هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لكافر أو مشاحن. هذا الحديث هو عند ابن ماجة رحمه الله. وهذا الحديث باختصار قد ذكر رواياته وطرقه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهذا الحديث لا يصح على الصحيح.